في حادثة غريبة وصدمت كل سكان العاصمة بالجزائر، حيث حذرت مصالح بلدية براقي من قط متشرد قام بخدش بعض المواطنين على مستوى أحياء البلدية، داعية كل من تعرض للعض بالتوجه فوراً إلى المركز الصحي لسيدي موسى لاتخاذ الفحوصات اللازمة. وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبراقي: يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبراقي كافة مواطني البلدية أن القط المتشرد الذي قام بخدش أو عض بعض المواطنين الثلاثاء الماضي في أحياء براقي، خاصة في وسط السوق التابع للبلدية، نعلمكم أنه وبعد قيام بالتحاليل تبين أن القط مصاب بداء الكلب، وعليه يتوجب على الذين تعرضوا للخدش أو العض التوجه فوراً إلى المركز الصحي لسيدي موسى لاتخاذ الفحوصات اللازمة لتفادي خطر الموت. ودعت ذات المصالح إلى توخي الحذر، خاصة فئة الأطفال ومربي الكلاب والقطط الأليفة، وعدم تركها للتجوال حرة طليقة دون احترام قواعد الوقاية المطلوبة. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد.